أمجادنا بالماضي أيدي كنا نعم كنا لأننا أضحينا كالعميان فأصبحنا نقيم بما بنوه من بنيان ولكن فكر أي عقلك سخر يا ترى ما الغاية أو عش بلا تساؤل وكن من الضحايا عجزا ناديت الهم راجيا أن يأتي للتقاري أردت ابتسامة لكنها توارت أريد أن أواصل لكن قواي خارت ترون بالبصر ولا ترون بالبصر.